تجدد لضيوفي بالسؤال قبل الفاصل، هل تصلح التشريعات المتعلقة بتصالح الحكومة على الأراضي اللي تم البناء عليها مع المواطنين من خلال تقنين هذا الأمر والتسعير وطبقا لتوجهات الحكومة بما يدر دخل على الحكومة المصرية ويوفر موارد لكل محافظة ولا لا؟ ده الإجابة اللي هسمعها من النواب دلوقتي. سيادة النائب منى اتفضلي. أنا موافقة تماما على تقنين الأوضاع بالنسبة للأهالي. خليني أول حاجة أقولها طبعا بالنسبة لدايرتي وبعدين أعمم على كل مصر. منشية نصر عندنا لو قننا أوضاع أهالي المنشية أعتقد هتدخل مليارات للدولة، ممكن أطور بيها المنشية، مش عايزة فلوس من الحكومة. وده اللي عرضته على رئيس الوزراء وعرضته على السيد المحافظ قبل ما يمشي. قلت له يا فندم لو قننا الأوضاع هنقضي على حاجة اسمها الفساد، وبالتالي أدخل خزينة الدولة مال أقدر أطور بيه على منطقتي. دي دايرة بسيطة في مصر. تعال بقى كمل، ودي أمانة محملهني برضو أهل جنوب سيناء. طب أهل جنوب سيناء لما بنتكلم نقول عايزين نقنن أوضاعهم، قنن بتقول أمن قومي، قنن الأوضاع بحق انتفاع طويل الأمد، برضو بنفس الحكاية. هيدخلك ربح، هيدخل لنا فلوس. احنا محتاجين كل قرش دلوقتي نبني زي ما بيقولوا كده، عايزين نبني بنيه تحتيه، الفلوس هتدخلالك. ابني انا عندي في الدايره بتاعتي عايزه صرف، عايزه ميه، عايزه حاجات كتير جدا جوه الدايره، عايزه مدارس، عايزه مستشفيات، مش عايزه من الحكومه حاجه. قنن لي الوضع وانا جديره ان احنا نعمل كل حاجه بايدينا.